موضوع تافه اكيد، موضوع تافه. واللي يدخل للموضوع لا، كي تدخل الموضوع تافه وانت ما عندكش بيه علاقه اوكي، اما كي انا تسبني انا غدو باه، وكي يدخل للموضوع اي، وكي تجيب انت في الراديو، كي تجيبوا الموضوع هذا في الراديو مثلا، محمد خميسي قاعد على روحه وانا نجي نسبك ونهينك بالطريقه هذيك ونقول عليك الكلام هذاك. محمد خميسي مش ستيلي مثلا؟ ليه محمد خميسي مش ستيلي؟ ماهيش مشكله، اما نحط هذيك نعمل الجست اللي هو عامله. اوكي، تشوف وقتها محمد يتحرك ولا ما يتحركش. اي انسان تعمل رده فعل، اي انسان يعمل رده فعل معايا بيكو. انه اليوم الوقت تبدل المكياج وكل يوم كنت ذالي ما عادش برشا توندونس. اليوم العارك يجيب لي فيو، اليوم العارك يوصلك تعمل ديريكت في 100,000. مالوغو سي مالوغو. اه يا رمي شوف، ليه انا كان جيت مذيع والله برجو ليا باش نمشي فيه ستيل نتاع نجيب لي زانفيتي، وكل مره باش نجيب انفيتي خويا باش نولي نسال بطريقتي انا. السلام عليكم اختي غالي، انت معنا لهنا في البرنامج، شنو رايك في فلانه مع فلانه؟ سمي بالاسم، انا تو في بلاصتها نقول له بالله ما نعرفش معلش كون تحكي. الحقيقه سي تري مالوغو، سي مالوغو، ما عادش نعرف نحكي، ديسلكسيك في المواضيع هذه، سي مالوغو. وكها اليوم الكولتور نتاع البوز والفايوريزم والعباد تحب تتفرج في العرك وفي المعروك، انا ضد هذا الكل. معناها انا نعاود نقول لك تجبدني ندافع على روحي، انا خرجت دفعت على روحي وجاوبت، ولا يومنا هذا مانيش نحب نعمل رياكسيون. قلت لك انا عندي كلاش حاضر وقاعده نخمم نهبط ولا ما نهبطوش، و90% مانيش باش نهبطه. معناها بعد ما جاب امه، معناها كان على التصويره جاب لي امه، مالك نهبط كلاش يصير. سؤال خفيف ماهوش صعيب، كان يهبط الكلاش نتاعك بلغه الراب ينجم يواجه وينجم يربح وينجم بالطبيعه هكا توا هكا هكا توا هكا هكا اليوم مالوريزمون قلت كان نهار كان يهبط الكلاش نتاعي باش يكون فني. مخيبه كي عبدي يولي ميم الزح، مخيبه كي يولي ميم بالمقلوب الزح الزح والله مخيبه كي يولي ميم بالمقلوب اقسم بالله مخيبه الزح كيف ماهوش صعيب كان يهبط الكلاش نتاعك بلغه الراب ينجم يواجه وينجم يربح وينجم بالطبيعه هكا توا هكا هكا توا هكا هكا باه اليوم مالوريزمون قلت كان نهار كان يهبط الكلاش نتاعي باش يكون في النيفو نتاع الكبارات نتاع الراب في تونس. كيما شكون مثلا في نيفو؟ شكون هاني هكا في نيفو؟ شكون قل في النيفو بتاع الكلاش تاع بسيكو اي بتاع كلاشيت كلاي بي بي جي بتاع العباد اللي انا نسمعهم معنا في اخر ايام الراب. فريد الاكسترا خير البارح كان بعدي قال لي الراب في اخر ايام ولا عند الحق هكا العلامات بدات تظهر. فريد